صرفوا جميعا. مولاتي انصرفوا. حاضر. جنرال يافو، أتعرف أشعر بالشفقة عليها لأنها تعذبت ومرت بالكثير من أجلنا، حتى إن قبرها لا اسم عليه. هنا ترقد سنو كايت، أجل هنا. أرجوك دعيني أموت. تريد الموت؟ لن أسمح لك أن تموت كسنو كايت. علقت بالنار التي بيني وبينك وهنا ماتت وحيدة. لن أسمح لك أن تموت أيضا. أتوسل إليك دعيني أموت أرجوك. مستحيل أن أسمح لك. سأدعوك تراقب، سأدعوك تحرس القصر، ستحترم ويعجب كل الناس بإنجازاتها. انتظرتك كل عمرها وأحبتك، أرادتك زوجا، ألا يمكن أن تحقق حلمها؟ سأتزوجها. هل سمعت؟ هل سمعت؟ أيها الوقت، ماذا قلت؟ جلالتك، مؤخرا بكت كثيرا وفات الأوان للعلاج الطبي. أخشى أن حالتها ستسوء ولا أدري ما أفعل. لا يهمني ماذا تفعل، المهم أن تشفيها، عليك ذلك، أتفهم هذا؟ أجل، سأفعل كل ما بوسعي. انصرفوا جميعا. حاضر. مولاي، مولاي إيفانك، ستشفين، أنا واثق من ذلك. مولاي لا تعبث، لا أريدك أن تحزن بحياتك مطلقا. أعدك لن أغشك، ضعي يدك هنا. مولاي، حتى لو أني أصبت بالعمى أريد منك ألا تعبس أبدا. سأطلب منك شيئا ستنفذه لي؟ لا تطلبي، أصدري الأوامر
وسأنفذ. مولاي، أريد أن أسألك شيئا، شيئا أتمناه. حاضر. أتمنى لو أنك تأمر بزواج يافو من سنوكايت. أدرك جيدا أنه ليس شيئا سهلا أن تزوج ميتا إلى حي. حسنا، سأوافق على ذلك. مولاي، ما دمت تريدين أعدك بذلك. أنا هنا لأصدر أمر الإمبراطور. السجين زهاويافو ترتب له الزواج من سنوكايت المحفوظة في المعبد. هذا أمر إمبراطوري. أشكر الإمبراطور على كرمه. في السنة السابعة من حكم الإمبراطور لوهينغ، أطلق سراح زهاويافو بعلامة على وجهه ليقوم بعمله كمسؤول حراسة في قصر جيوفانغ. بعد أن عملك يافو بهذا الشكل السيء، لماذا أبقيته في القصر؟ أبقيه هنا لثلاثة أسباب. أولا، أريد أن يعرف أي نوع من البشر أنا. ثانيا، أريده أن يتذكر أن الرحمة تخفف آلام الناس. ثالثا، أشعر أن سنوكايت هنا حولنا وأريد منها أن تراه. ماذا حصل؟ أنت بخير؟ بخير. كيف يعمل هؤلاء الأطباء؟ لا يوجد تحسن بعد كل هذا الوقت. جلالتك، لا تقم بلومهم. الآن بعد أن تعودت على الوضع أشعر بتحسن. أحس فقط ببعض الظلمة، ربما أتحسن قريبا، وفي أسوأ الظروف سوف أبقى بالبيت. لا تقلقي، سأبقى إلى جانبك، فقط سأحملك وتحل المشكلة. ما هذا الصوت؟ موسيقى. إنه لوبي، ملك وو مع ابنه الصغير لوسيان، أتى للقصر للتهنئة. أمي مولعة بابنه، جعلته يدرس مع لوكي في القصر. الإمبراطورة الأم أكيد تحبه من أجلك. لوبي يحرس الحدود، وهو يحرس الإمبراطورية كاملة، وهو ماهر فعلا، وبوجوده لا نقلق. لا شيء يخفى عليك، البلاد جميعها تعتمد على وجودك، وما يهمك يهمنا أكيد. أمنيتي الوحيدة منك أن تأخذي الدواء على وقته. سمعت أنك ألقيت ببعض الدواء. إنه مر. الدواء جيد دائما، طعمه مر. إذا ساءت الأمور سأعطيك الدواء بنفسي، ما رأيك؟ جلالتك. حسنا، سنزور الملك وو. هيا لنذهب. من أنت؟ ولم تجلس مكاني؟ هل أنت ولي العهد؟ من أنت؟ أنا لوسيان، ولي عهد مملكة وو، وطلبت مني الإمبراطورة أن أرافقك. لا تجلس هنا، اذهب. وماذا لو جلست هنا؟ أخبرني أبي أن مكانتي أكبر وعلي أن أعتمد على قوات أبي.
لذا من الأفضل لك أن تعاملني جيدا ولا تتعامل معي هكذا. قلت لك قم هيا. لما تدفعني؟ التقط هذا. وما هذا؟ إنها حقيبة. ألا تعرفها؟ إنها حقيبة للعطر، هيا جربها. زكية، ألم ترى مثلها في حياتك؟ ألم تصنع أمك مثلها؟ ها، سأريك شيئا آخر إذن. أرأيت مثل هذا؟ إنه منديل كبير. ليس منديلا، اسمها هو ها منشفة الطيف، وهي من تطريز أمي. أمك تعد الكثير من الأشياء. هذا أكيد، إنها تحبني كثيرا، ولكن ألم تقم أمك بالتطريز لك؟ هذا مؤسف حقا، أنا أشفق عليك، ظننت أنه من الجيد أن تكون ولي عهد. ها؟ إياك أن تقول مثل هذا الكلام، إياك أن تعيده ثانية. يونغ، ما رأيك بهذا الحذاء؟ صنعته أنا، هل يعجبك؟ مولاتي، لقد تعبت كثيرا وأنت تصنعين له هذا الحذاء. صنعته لولدي، فهو عيد ميلاده، ولا تعرفين كم أريد أن يعجبه. مولاتي، أنت طيبة، لن يصدق أحد أنك أنت من قام بصنعه وكلفك ذلك السهر طوال الليل. إنما هو ابني، هيا فلنسرع، لا أحب أن ينتظر. مولاتي، جلالة ملك اليانغ يعاني من الحرارة وحالته خطرة. خذي، سأذهب لرؤيته. وعيد ميلادي ولي العهد. إنقاذ إنسان أهم. كيف لوه؟ أهلا مولاتي الإمبراطورة، إنه مصاب بالتفؤيد وقد بذلت قصارى جهدي معه، لا أدري إذا كان سيشفى هذه الليلة أم لا. هاته. لا تبكي لا تبكي، أنت ولد طيب، لا تبكي لا تبكي. لو أنت ولد طيب، لا تبكي لا تبكي. مولاتي، أنا مضت 6 ساعات، دعيني أريحك قليلا، سوف أهتم به. سأهتم أنا به. حبيبي لا تبكي. عيد ميلادي لوكي، نسيته. لا تبكي. لا تنتظر كثيرا، أمك دائما مشغولة وبالتأكيد لم تحضر. هي هي، أخبرتني أمي أن النساء في القصر يهتممن بالسلطة أكثر من أولادهن. لا تقل هذا الكلام، ستأتي حتما. ولكن لماذا لم تأتي حتى الآن؟ لا أعرف. يبدو أنك لا تعامل كولي للعهد، ولا يوجد من يهتم بأمرك. لو كنت مكانك لعشت حياة أفضل من هذه. سأذهب للنوم الآن، ابتعد عني، اخرج من هنا. أنت غير قادر على النقاش، لذا تطلب مني أن أغادر. لحظة، أنا لست مبتذلا، لما تطردني هكذا؟ حسنا، سوف أريك. لوكي، هل أنت نائم؟ افتح الباب. مولاي، الإمبراطورة أتت لتراك، افتح الباب. اتركيه، دعيه وشأنه، أكيد هو مرهق. لا بأس، تحسنت في الآونة الأخيرة. شكراً على المديح. والآن اسمح لي أن أرى إن أصبحت أطول. هل أنهيت التفتيش؟ إذا انتهيت سأذهب، لدي واجبات وأريد أن أقوم بحلها الآن.
إنه جاف معي، لكن هل أخطأت معه بشيء؟ القمر ساطع والجو جميل، القمر ساطع والجو جميل. صوت من؟ هذا الببغاء هدية لأختي. هذا الطائر جذاب جدا ويستطيع تقليد الكلمات بعد تعليمه. أرجو أن يزيل همك. تقوم بتعليم طائر؟ هذا هراء. هراء؟ فقط قولي له أي كلمة تريدينها، سيقوم بتقليدك ثم يضحك. أتريد أن تقضي وقتك وأنت تسخر مني دائما؟ وماذا أفعل غير هذا؟ حضر جلالة الإمبراطور. يفانغ؟ شانغوين هنا أيضا. جلالتك. شانغوين لا شغل له خلال اليوم سوى أن يسلي الإمبراطورة. إن أختي مريضة وجلالتك لديك الكثير من النساء ولا تملك الوقت لها، لذلك أزورها. الكثير من النساء ليس ما أريد، فقط يفانغ زوجتي وما أريد. هل تمزح أم أنت جاد جلالتك؟ بالطبع لا أمزح يفانغ، أخطط للعيش معك وحدك. وقتها سأعتبر امرأة بلهاء. ستكونين بلهاء إذا شاركت زوجك مع أخريات. مولاي هل أنت جاد؟ هو جاد فيما ينوي؟ أجل فهو يحبني حقا. إذن مهمتي انتهت. ستغادر؟ لا معنى لوجودي. عندما كنت بعيدا ماذا كنت تفعل؟ أصلح القوارب وعملت حدادا وكنت أبيع فراء الحيوانات. يبدو أنك تعذبت. نعم كثيرا. فلما تغادر؟ لا داعي لوجودي أكثر. بل هناك داع، فلتبقى من أجلي. كان صعبا أن تجد أختك وفجأة تغادر، ماذا سيظن من حولنا؟ ماذا تقصدين؟ لقد كبرت وعليك الآن أن تتزوج. ماذا تقولين؟ أنا أتزوج؟ أنت الآن شانغوين وعليك أن تستمر هكذا، ويجب أن تتزوج وإلا سيشك بك الآخرون. بقيت وحيدا لسنوات طويلة وهذا يحزنني. لو أنك تزوجت لكنت وقتها ارتحت، فهذا طبعا أفضل من بقائك وحيدا. هل هذه رغبتك أم رغبة جلالته؟ إنها رغبتي. هناك فتاة من عائلة الإمبراطورة رقيت وصارت أميرة وتعيش في قصر جيوفانغ. حسنا سأنفذ هذا، لن أرفض طلبك. فأنت أختي الكبرى. هل أنا أنانية؟ علي أن أذهب. لقد كنت دوما طيبا معي وأريدك أن تكون سعيدا. قد تجد سعادتك معه.
إلى أين؟ لما أتيت بي إلى هنا؟ هذا هو بيت العروس، ويقولون إنه جميل جدا جدا، سوف نلقي عليه نظرة. لا أريد أن أبقى، سأغادر فورا. هي هي انتظر لحظة، سيكون الأمر على ما يرام. ها؟ يويا يويا، من أنتما وكيف تختلسان النظر إلي؟ أيها الحراس، أيها الحراس. هذا لوك ولي العهد، وأنا ولي عهد مملكة وو. لا تصرخي، لا تصرخي. ولي العهد وتتصرف هكذا؟ أسأت إلي كثيرا، لن أسامحك على هذا. أيها الحراس اسكتي. إذا لم تسكتي الآن، عندما يأتي أحدهم إلى هنا سأخبره بأنك من طلبتنا إلى هنا. ما رأيك؟ وسأرى حينها من سيصدقون، أنت أم أنا. أفهمتي؟ هيا بنا، أشفق على خالك لأنه سيتزوج منها. ألا يوجد فتاة أفضل؟ لا أعتقد أن اختياره مناسبا. هيا هيا. سيدتي سيدتي أرجوني لا تفعلي ذلك، أرجوك سيدتي. شكرا لك جلالتك لتحضيرك ترتيبات زواجي. انهض. شكرا لك. ستنضج بعد الزواج، ويجب أن تساعد الإمبراطور بكل شيء، ولا تضيع وقتك. سأفعل، أمرك. الأميرة زيلينغ جميلة، وسوف تنسجمان معا. ما رأيك بكلامي؟ مولاي، مولاتي، الأميرة زيلينغ حاولت الانتحار. ماذا؟ أهي بخير؟ تم إنقاذها. ولماذا حدث هذا؟ ولي العهد والفتى الآخر اختلسا النظر إليها. ولد مستهتر، أفسدته بالدلال. شانغوين لا تقلق، سأحل موضوعك قريبا. ما الذي يضحكك؟ هذا مضحك، لم أتوقع. لماذا لا تضحكي؟ فكرة من؟ من الذي خطط لتختلسان نظرة للأميرة؟ مولاي الإمبراطور، إنه ولي العهد. هذا كذب. أنا ولي عهد مملكة وو، ولا أعرف الأماكن. إذا لم يكن ولي العهد هو من قادني إلى هناك، فكيف سأعرف المكان؟ أنت أخبرتني بأنني سأصبح محظوظا إذا ذهبنا إلى هناك. ولي العهد، لا تحاول الخداع. الكل يعرف أنني صادق وأمين. مولاي الإمبراطور، أرجوك حقق في هذا الأمر. أنت لوكي، أتعرف ماذا فعلت؟ آذيت إحداهن حيث حاولت الانتحار، كله بسببك. لست أنا. تختلق الأعذار. أنا مظلوم، صدقني يا أبي. أمي، تدخلي من أجلي أرجوك. أنا ابنك ويجب أن تصدقيني. لماذا لا تتدخلي من أجلي؟ لماذا؟ ساعديني يا أمي أرجوك، صدقيني. أنا لم أفعل شيئا، صدقيني يا أمي. يا حراس، ضعوا ولي العهد في السجن، ولا يسمح أن يخرج إلا بإذني أنا. حاضر. أمي أمي، أنا أكرهك أكرهك أكرهك. انصرفوا جميعا. حاضر. لا تلوميني لأني قسوت على لوكي. أعرف مولاي،
تملك أسبابا، ولكن لوكي ما زال صغيرا. أعرف أن عقابي كان قاسيا، ولكن عندما تسألني أمي سيكون لدي جواب على ما فعله ولدي. أدرك جلالتك ما دفعك لهذا، ولا أطلب الصفح عنه، إنما الذي أخاف منه ألا يسامحني أبدا. جلالته، سأزور ولي العهد، انصرف. حاضر. ولي العهد، أتيت إلى هنا لزيارتك. شرير. أنا شرير؟ وأنت ماذا؟ أوه، أنت واحد من السجناء. وماذا يعني لو أنك ولي العهد؟ والدك يخشى والدي، وبالطبع لن يسيء معاملتي. أنت ولي العهد وستبقى هنا لتعاني بدلا عني. اذهب من هنا. ولكنني لست عديم الرحمة إلى هذا الحد. بما أنك عوقبت بدلا عني سأقوم بتسليتك. ما رأيك أن نلعب؟ سنلعب لكن بشرط، هل توافق؟ أي شرط؟ أن تقوم بمرافقتي وإرشادي على كل مرافق القصر، ما رأيك؟ حتى أتجول براحتي وأن تتحمل عني ما أرتكب من أخطاء، فأنت معتاد على ذلك. أنت حسنا موافق، أعطني اللوح. شرير شرير، هذا عقابك أيها الشرير. خذ خذ. ماذا حل به؟ مولاي لقد مات. ها؟ أخاك تزوج، يجب أن تكوني سعيدة. لما مزاجك سيء؟ أما زلت قلقة بسبب ما حصل؟ لا تقلقي، سيكون كل شيء على ما يرام. سأطلب الصفحة عن لوكي في الغد. كل ما يفكر به هو الطعام والشراب، لا شيء آخر. مولاي مولاتي، خبر سيء. ماذا هناك؟ ولي العهد ضرب الفتى ومات. ماذا؟ الجنود يقولون إن الإمبراطورة بوغي أخذت ولي العهد عندها. كم هذا سيء، هذا سيء. مولاي اطمئن أرجوك، أنا سأذهب لأتحقق مما حدث. هذا خطير جدا، تحققي من الأمر وأنا سأناقشه مع الوزراء. يونغ لنذهب إليه. مولاتي سيكون ولي العهد بأمان مع الإمبراطورة، فهي تحبه. مستحيل، علينا أن نتعامل مع الأمر بحذر، فلوكي سيفقد ماء وجهه، مصير البلاط متعلق بهذا. هيا يونغ. حاضر. يي فانغ، إنه ولدك من لحمك ودمك، ألن تعفيه من العقاب؟ لأنه ابني جلالتك، أريده أن يتصرف كرجل حقيقي وأن يعترف بأخطائه. لم يخطئ، لوسيان دفعه لذلك. بهذه الحالة لا يعد الأمر مخيفاً، عنده لسان ويستطيع التحدث. أنت على أي حال لن أسمح لك بأن تأخذيه من هنا، ستقتليني قبل حصول ذلك. عليك أن تقتليني أولا. لوكي هل سمعت ما قلته بني؟ هل تريد أن تخرج؟ هل تريد أن تتحمل مسؤولية ما حصل؟ إذا أخطأت سأتحمله عنك، أفهمت؟ وإذا لم تخطئ سأعمل على أن يكون الأمر عادلاً. أنت ولدي من لحمي ودمي،
لا يوجد أم في العالم تريد أذية ولدها. لوكي، أنت ولي العهد، وعليك أن تعرف ما تأثير ملك وو على بلادنا. إذا لم تحل هذه المشكلة سيموت أشخاص أبرياء بوقت سريع. أتعرف كم من الأولاد الصغار سيفقدون أباءهم؟ وحتى الأولاد سوف يموتون، هذا سيء. ومركز الإمبراطور ليس أهم من حياة هؤلاء الناس. لا يجوز أن تظل هنا في القصر مختبئاً، عليك أن تواجه أخطائك. يجب أن نكون عادلين في تصرفاتنا، هذا واجبنا نحو شعبنا. وفري كلامك، لوكي لن يأتي معك. لوكي، إن رفضت المجيء ليس بوسعي فعل شيء. عندما أغادر هذه البوابة لن أستطيع مساعدتك، عليك أن تفكر بهذا. أمي! لوكي! أمي، سآتي معك الآن، أنا رجل قوي ولست رجلا ضعيفا. مولاي، أنت عابس. الملك لوبي لن يسامح لوكي، يريد أن يدفعه الثمن. ولكني سألت لوكي ولم يكن الذنب ذنبه. أعرف أن هذا هو الأمر، قمت بالتحقيق في قصر ولي العهد ليوم كامل وعرفت كل التفاصيل، كل شيء عنه. لوسيان مدلل منذ الطفولة ويقوم بتصرفات غير مسؤولة، تعدى على الكثيرات من سيدات القصر. لكنه في 16. خطأنا أننا لم نسأل عنه وسمحنا له بالبقاء مع لوكي، في الحقيقة إنها غلطتنا نحن. ماذا تنوي أن تفعل مولاي؟ أنوي التحدث مع لوبي لأضع نهاية لهذا. إذا لم تنجح الحلول كلها أخشى أن نلجأ للحرب. لا حل سوى اللجوء إلى الحرب. مولاي، لا تفعل ذلك أرجوك. لا أريد أن أرى ذلك يحدث، لكن ما من حل؟ لا يمكننا فعل ذلك، لأجل ولدنا نجعل الأبرياء يعانون. ييفانغ، لوكي ولدك الوحيد. مولاي، فكر بشعبك. مستحيل، لا أستطيع، لن أفرط بولدي بهذه السهولة. مولاي، مولاتي هل تأمرين بشيء؟ انصرفي. حاضر. إلى أين تذهب؟ طلب مني أبي أن أنتقل للعيش في بيت لوزانغ في ولاية كي. لا تريد الذهاب؟ كلا أمي، أريد أن أبقى لأظهر الحقيقة. ولد صالح. أمي، هل لديك وقت لتمشيط شعري؟ كنت مشغولة في الأيام الماضية ولم أجد الوقت لأهتم بك، أنا نادمة على ذلك. أمي لا تحزني، سأكون مطيعاً ولن أسبب المشاكل. أنت ولد صالح، أعرف ذلك. لوكي، أريد أن أخذك للبلاط لتواجه الحقيقة. تشعر بالخوف؟ لست خائفا، انا رجل حقيقي. انت ولدي حقا وافتخر بك، يجب ان تبتهج، فلنري العالم كيف يتصرف النبلاء.
كنا محافظين على القانون منذ القدم، سواسية أمام القانون، ولكن أن يقوم الإمبراطور بالتستر على ولده لتصعب إدانته؟ أيها الملك، وهل يسمح لك القانون بإشهار سيفك في وجه الإمبراطور؟ إذا لم يفعل القانون، ليس أمامي شيء حيال ذلك سوى أن أموت هنا. جلالة الإمبراطور، أحكم بالعدل. أيها الملك، أتهددني بذلك؟ لا أجرؤ، فقط إذا مت هنا في البلاط اليوم فإني سأشك بأن القوات التي في الخارج من مملكتي أم لا. كيف تجرؤ؟ أتيت إلى هنا ولست مكترثا بحياتي. إذا لم تثبت براءة ولدك أفضل أن تفعل القانون. جيفانغ، كيف أحضرت لوكي هنا؟ خذي الآن. ملك سيحترم وجودي، أنا أعرف شعوره لأني أم ولي أولاد، وأعرف معنى أن يفقد الأب ولده. أتيت لأتأسف له، ولده مات ولا شيء سيعيده من جديد، ويرغب أن ينتقم، وبانتقامه لا يفكر إلا بمعاقبة ولدي. سوف أسلمك ولدي، ولكن أولاً سأخبرك شيئاً، وعليك أن تفكر بمنطق، هذا ما يفعله العقلاء. إذا قام ولدي بارتكاب الخطأ، يجب أن يعترف بذلك قبل أن يدان وقبل أن يعاقب أيضاً. ولكن ما الحقيقة بمجرد حصولك على انتقامك؟ سيقولون ملك وو يقوم بإلقاء ثقله هنا وهناك، ثم هل تستطيع ولاية وو وولاية هان أن تستعيدا علاقتهما؟ هل يستطيع من فقد ولده تحمل مثل هذه الإهانة؟ مع أن وو تشكل الحدود الطبيعية لولاية هان، هل تستطيع ولاية وو أن تستغني عن ولاية هان؟ وكذلك تعرف عن أفعال ولدك، إن حقق الإمبراطور في ذلك ستدمر سمعة ولدك ولن يستريح في موته. أنت ولي العهد هنا، سأسلمه لك. أمي أمي، لا تتركيني أمي 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 أمي، أرجوك يا أمي أمي أمي. لوكي لوكي، معلم يافو. ما الأمر؟ أنا رجل ولا يجب أن أبكي. من الذي أخبرك أن الرجل لا يبكي؟ إذا كنت حزينا ولم تدمع عيناك فلن تهدئ نفسك. معلم يافو، هل قسيت الآلام؟ أجل، قاسيت الكثير منها. وكيف تصرفت؟ لدي هذه،
إنها رائعة، علمني العزف عليها. سأعلمك. شكرا. ضع يدك هنا وهنا أيضا. جيد، ابدأ. بعد مرور 16 عاما على حكم الإمبراطور لوهينغ، وفي منتصف الصيف، معلمي يافو، قل لي ما رأيك؟ جيد، جيد. ذهب اللحن الحزين وحل محله نغم سعيد. ألا توجد لديك بعض الأحداث السعيدة في حياتك؟ أحب وحدهن. حقا؟ لن أقول المزيد إلا إذا تطور الأمر. ولي العهد، إذا كنتما فعلا متحبان عليكما أن تبقيا معاً.